حذر تقرير أممي من أن أسرابا تتألف من ملايين الجارات قد تهاجم اليمن وتهدد بتدمير المحاصيل الزراعية وإلقاء البلاد في أتون المجاعة وسط الحرب الدائرة. التفاصيل في تقرير الزميلة ديما نجم. لا تقتصر مأساة الشعب اليمني على ما يعانيه من ظروف قاسية في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد من قتل وتدمير، فقد حذر تقرير أممي من أن الملايين من الجراد قد تهاجم البلاد وتدمر المحاصيل الزراعية ملقية البلاد في أتون مجاعة تهدد حياة الآلاف. يقول التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن مركز مكافحة الجراد الصحراوي في اليمن أبدى قلقه من أن أعدادا كبيرة من هذه الحشرات قد وصلت إلى مرحلة البلوغ في النمو التي تسمح لها بالطيران، والبقية لا تزال يافعة يمكن أن تبلغ ذلك خلال أسابيع. وفقا للتقرير الأممي فإن أحد هذه الأسراب المؤلفة من نحو 80 مليون جرادة قد تشكلت على امتداد الساحل الجنوبي، وثمة سربان آخران من الجراد البالغ بدأ بوضع البيض، الأمر الذي يعزز المخاوف من ظهور أسراب جديدة الشهر القادم. يشدد التقرير على أن اليمن حاليا على حافة المجاعة بعد 14 شهرا من القتال الذي ترك نحو نصف عدد السكان البالغ عددهم 26 مليون نسمة بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية. ويخلص التقرير إلى أن الأمم المتحدة حذرت من أن الجراد يمثل خطرا كبيرا على الأمن الغذائي في المنطقة، إذ أن هذه الأسراب تأكل يوميا ما يعادل كمية الغذاء التي يستهلكها 35 ألف شخص، ويمكنها أن تطير لمسافة 90 ميلا في اليوم. معي عبر سكايب من القاهرة الدكتور صلاح الحاج حسن الممثل لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور صلاح. هل من معلومات إضافية توفرت لديكم فيما يتعلق بهذه المخاوف؟ نتحدث عن ملايين الجراد، نتحدث عن موضوع خطير، وماذا يمكن أن نعرف عن الجهود التي تبذل بهذا الصدد؟ أولا شكرا لكم وأحييكم على هذه اللقطة المهمة والتي تتناول موضوع حساس من كل النواحي الاقتصادية والمعيشية، بالإضافة كما ذكرتم لما يعانيه اليمن من مشاكل. طبعا كانت مشكلة الجراد الصحراوي التي كما ذكرت الزميلة أنه الظروف المناخية التي سادت خلال الفترات السابقة خاصة خلال شهر أبريل، بالإضافة إلى الظروف التي أصلا حصلت خلال كما تذكرين العصرين اللذين اجتاحا اليمن خاصة إلى المناطق الساحلية ومناطق حضرموت، خلق يعني أوجدت هذه الظروف المناخية بيئة مناسبة لتكاثر بعض الحشرات من الجراد الصحراوي التي وصلت إلى مرحلة الآن في بعض المناطق من حضرموت وشبوة ومأرب تعتبر من المراحل التي تشكل خطر، وبالتالي كان هناك فرق فنية تتحرك بشكل يومي لمسح هذه المناطق وتحديد مراحل وعمر الجراد وما هي الأعداد والأوضاع التي يمكن أن نصل إليها. وبالتالي هناك في الواقع في حسب المؤشرات التي تحصلنا عليها اليوم، نعم، الآن قبل دقائق، طبعا هناك يعني كما هو معروف للبعض وليس لكل المشاهدين أن هذه الآفة الخطيرة جدا تمر بعدة مراحل، ومن هذه المراحل هي بعد الفقس مباشرة، وهي المرحلة التي تسمى بالحوريات، وهي تعتبر المرحلة الأخطر وتكون فيها الحشرة في حالة نهم وشديد وتأكل كل ما يمكن أن تصل إليه، ولكنها لا تطير بالشكل الذي نراه عندما تصل إلى المرحلة ما بعد الخامسة، المرحلة الخامسة عندما يحصل الانسلاخ وتتحول إلى الحشرة تقريبا الناضجة والتي يمكنها أن تطير إلى مناطق بعيدة. الآن هناك العديد من المناطق خاصة في حضرموت وشبوة ومأرب تم تحديد فيها عدد من البؤر التي تتواجد فيها الحشرات في مراحل التزاوج ووضع البيض، وبالتالي
هذه الحشرات تشكل المراحل الحساسة مباشرة بعد الفقس التي يمكن أن تتعرض للكثير من المحاصيل هناك، نعم ويكون بالتالي مكافحة ومتابعة المكافحة في هذه المراحل تكون مهمة جدا، كون الحشرة لا يمكن أن تطير إلى مسافات بعيدة. بالإضافة إلى ذلك أود أن أشير إلى أنه في نعم بعض المناطق الحدودية خاصة مأرب إلى الحدود الوديعة والربع الخالي في المملكة العربية السعودية، هناك كذلك احتمال أن يكون هناك وصول لبعض الأسراب الناضجة، خاصة إذا ما توفرت لها الظروف المناخية التي يمكنها من وضع البيض في المناطق الصحراوية، وبالتالي يكون هناك مشكلة أخرى على مستوى الإقليم ككل. أها، هل ممكن أن نعرف معلومات أيضا عن موضوع الجهود التي أنجزت والتي يجب أن تنجز بهذه الفترة الحساسة؟ هناك طبعا من قبل المنظمة على مستوى المركز الرئيسي في روما والقاهرة والممثلية في صنعاء، هناك متابعة يومية على شكل غرفة عمليات متابعة مع الأخوة والزملاء في وزارة الزراعة في المحافظات المختلفة، مع الأخ معالي الوزير كذلك، لدعم كل الفرق الفنية التي يمكن أن تتحرك لمتابعة وضع الجراد من ناحية والمكافحة في المراحل المبكرة. لكن لابد من الإشارة إلى أن هناك بعض المناطق التي تشكل فيها الظروف نعم الأمنية مشكلة لا تمكن الفرق الفنية من الوصول إليها لأسباب مختلفة، ضيف إلى ذلك أن هناك بعض المناطق التي يشترك فيها الجراد مع المناطق التي يتم وضع فيها النحل، وبالتالي هناك بعض المشاكل التي تواجه مع النحالين في هذه المناطق. إذن المشاكل الأمنية من ناحية، المشاكل أن هناك إمكانيات مطلوبة أكثر على مستوى المناطق الحدودية. المنظمة نحن في المنظمة نقوم بمتابعة ومؤازرة كل الفرق الفنية نعم للقيام بكل ما يمكن القيام به، خاصة لأنه هذا الموضوع خطير ليس فقط على طبعا، مستوى الآن ولكن على مستوى الإقليم ككل. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة القيمة دكتور صلاح الحاج حسن الممثل لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، شكرا على هذه المشاركة من القاهرة. شكرا، تحياتي لكم. شكرا.